مرحبا شباب وصبايا، كيف الحال؟ نحن اليوم راح نقدم شيء بسيط، واللي هي شوربة، واللي هي شوربة الايش، اللي هي من اصول ايرانية. خليكم معنا.
كمان احنا بالاضافه لشربة الاشي اللي سويناها نحن راح نسوي صحن مقبلات بارد اللي هي فاصوليا البيضة. عندنا المكونات فليفله ثلاث الوان مثل ما انتم شايفين، الكزبره الخضراء وعصير الليمون وملح. We'll be right back.